السلام عليكم. بالنسبه للفريق تاع دبر الصغنى اللي هو فريق التكوين ديالو تقريبا 5 سنين هادي باش كوناه ونضنا مع الاخوان لانه النموذج التنموي الجديد تيمشي لهذا الطريق هادي لانه الشباب الى ما تعاونتيش معاهم ودخلتيهم للرياضه وعاونتيهم بالرياضه وكنتي بجنبهم غادي ينحرفوا والانحراف ولي جاب لنا بعد المشاكل تيجي مشاكل الولد مع باه تيخلق مشكل الدوله تيخلق مشكل لينا حنا كاملين لانه الا ما عاوناش دوك غادي نحلو فيه واحد الوقيته. داكشي باش حنا نضلنا مع فريق امل الصرغنة اللي هو فريق الحمد لله ضربه هو في العصبه هو بروميان رقم واحد بدون دعم بدون كذا ولكن الحمد لله كاينين الناس اللي تعاونوا مع هذا الفريق وكاينين ولاد المنطقه اللي تا هما تيضحيوا بزاف بهذا الفريق لان انا نتمنى كلشي المنتخبين والسلطات كلشي يعتنيوا بالشباب بالضبط في الرياضه ويعتنيوا بالفراقي كاملين ويعاونوهم لانه الدليل هو الكوكب المراكشي اللي في الحقيقه ولينا في الحقيقه تاسفنا بزاف. فريق عريق تيفوز بكاس افريقيا في 95 وتيربح النجم الساحل ودي تقريبا من بعد الملودية الوجديه هو الثاني ولا الثالث اللي تيدي كؤوس العرش ويكون في هذه الازمه يكون في هذه المشكله في هذه الازمه هذه بزاف حتى ولا تيسيروها من هب ودب. انا تنتمنى جميع المسؤولين ينهضوا بالرياضه لانه العقل السليم في الجسم السليم لان كلنا خصنا نضفروا الجهود لانه الشيء اللي وقع للكوكب ما خصوش يتعاود. ونتمنى المسؤولين ديال المدينه ينوضوا يوقفوا مع الكوكب باش ترجع ولا ما كانش الكوكب تكون فرقه اخرى. ما يمكنش ماشي بالضبط الكوكب ولكن تكون فرقه اخرى ونوضوا نتعاونوا لانه هاد الشباب اللي دابا كاين شباب بالرياضه ولكن باللي عاونوا وانا التجربه تاعتي امل الصرغنة عاونتهم ودابا لقيت فيهم لقيتهم ناشطين ولقيتهم فرحانين والحمد لله سافرت معاهم وعاونتهم ولقيتهم تيبغيو باو الرياضه بزاف وباو هي الدعم ولكن الحمد لله انا ما غاديش نتخلى عليهم وتنشكر الجميع وتنتمنى الكوكب المراكشي ترجع لقسم الاضواء وشكرا.